بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه يمكن مظاهر الفرحه هنا في موجوده في مصر كلها الحمد لله رب العالمين. يا ريت انا ثابت في مكانها. جزء كبير جدا وشريحه كبيره جدا جدا من اهلنا واخواتنا وشعبنا فرحانين وسعداء. البطوله تستحق. احنا كمجلس اداره مهمتنا ان احنا نحاول بقدر الامكان نوفر لكم كل الامكانيات، مش بس كره القدم وجميع الالعاب الاخرى وكمان اعضاء النادي، ان احنا نحاول بقدر الامكان نوفر تطوير في كل منشات النادي، تطوير في كل الالعاب الرياضيه في النادي، دعم كبير. النادي الاهلي يستحق ان يكون في هذه المكانه. المكانه اللي النادي الاهلي فيها الاجيال كلها ورا بعض هي اللي بتحافظ على المكانه دي. اجيال لاعبين واجهزه فنيه واداريه ومسؤولين. الناس كلها بتشتغل بحب. الناس كلها بتشتغل كاسره واحده، كعيله واحده. معاهم جماهير النادي الاهلي اللي هم دايما بيدفعوا العجله دي. كل من ينتمي للنادي الاهلي بيشتغل بحب، وعشان بيشتغل بحب النادي الاهلي يعني في هذه المكانه. النادي الاهلي النهارده يمكن كلنا فرحانين جدا عشان بطوله عايزه جدا دخلت استرجعناها بعد فتره. كلنا فرحانين جدا بالبطوله دي، كلنا سعداء بيها، الناس كلها مبسوطة، كجمهور مبسوط الحمد لله رب العالمين، مسؤولين مبسوطين الحمد لله رب العالمين. أنا فرحان جدا بده، لكن أنا فرحان كمان عشان ولادنا اللاعبين. اللعيبة دي نوعيتهم كويسة، واللعيبة دي مواهب جامدة جدا، ولعيبة جامدة جدا. كنت نفسي إن هم يحققوا حاجة لنفسهم ولتاريخهم، يتكتب في تاريخهم. عشان كده أنا فرحان جدا ليهم، إن هم يستحقوا النهارده يتكتب في تاريخ كل واحد فيهم، انه يعني البطوله دي تتكتب في تاريخه. بطوله افريقيا والبطولات الكبيره ودوري وكاس مصر، ده كان ناقص الجيل ده. الحمد لله رب العالمين واتحقق. وانا بقول لهم، انا قلت لهم الكلام ده قبل الماتش، اننا احفادك ولادك واحفادك هيفخروا باللحظات دي، وانتوا تستحقوا ده، ان انتوا احسن مجموعه موجوده في القاره الافريقيه، انتوا احسن لعيبه موجوده في القاره الافريقيه. انا يمكن مظاهر الفرحه دي انا بصراحه هم عارفين، زمايلي كلهم عارفين، فانا وما قالوليش، خلي بالكم ما قالوليش النهارده في ايه. انا مظاهر الفرحه قوي دي انا ما يعني مش بحبها قوي، عشان احنا دايما اللي بيفرح لازم يبقى عنده حدود. البطل اللي بيفرح لازم يبقى عنده حدود في الفرحه بتاعته. الحدود ان انا بكره، وده قدرنا يا جماعه، قدر النادي الاهلي. النادي الاهلي بمسؤوليه، النادي الاهلي بلاعبته، النادي الاهلي بجهازه التنفيذي كله. قدرنا ان احنا بنحقق حاجات انجازات كويسه، لكن ما تاخدش مني وقت كبير في الفرح، لان انت بكره عندك حاجه مهمه. بكره عندك بطولة تانية. فأنت لازم من دلوقتي خلاص نقفل. الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا سبحانه وتعالى. ألف حمد وشكر ليك يا رب، لأن ربنا كرمنا كرم كبير جدا جدا ونعمة كبيرة جدا جدا بالبطولات دي. وكمان بهنيكم عشان لسه فاضل ثلاث حاجات مهمة جدا للموسم ده. الموسم ده فاضل فيه كأس مصر، فاضل فيه كأس سوبر، فاضل فيه ان شاء الله تمثيل تنافسي في كاس العالم للانديه. ما تتنزلوش عن ده، انتوا في ايديكم تكتبوا تاريخ تاني. عندك رايحين تلعبوا ان شاء الله في كاس العالم للانديه مع فرق كبيره. النادي الاهلي خلي بالكم، النادي الاهلي النهارده هو تاني فريق في العالم تحقيقا للبطولات القاريه. يسمعنا بس، بيسبق الاهلي بس ريال مدريد بس، واحنا بنقرب. ولازم ده
ده الاجيال كلها بتسلم بعض. عشان كده مهم جدا يا رجاله. خلاص بكره بنقفل الصفحه ديت. النهارده خلاص نروح بيوتنا ننام. بكره في بطوله جديده. بكره في حياه تانية. بكره في ناس هتطالبكم ببطولات تانية. انتوا تقدروا تعملوا ده. تقدروا تعملوا الكلام ده. ولو ما كنتوش تقدروا ما كناش احنا هنقول لكم الكلام دوت. عشان كده رجاله مره تانية الف الف مبروك. وانا متاكد ان نوعيه اللعيبه اللي موجوده دي عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين قدر النادي الاهلي وعارفين ازاي هيظبطوا نفسيهم ان نخلص خلاص من اليوم ده. يخلص بكره يوم جديد. بكره بطوله جديده. بكره امل جديد. بكره تاريخ جديد هيتكتب. وده بقت مسؤوليتكم وده قدركم. اسعاد جمهوركم ده اللي انتوا شفتوه في مصر الكلام ده ما حصلش من سنين. البطوله دي غايبه من سنين. اللي شفتوه امبارح في كل محافظات مصر هو ده النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي. وهو ده مصدر السعاده. عشان كده انتوا مطالبين انكم تسعدوا جمهوركم دايما. مطالبين بده وانتوا تقدروا تعملوا ده. وانا تاني بشكركم جدا كمان مستر مسوماني وكل التيم بتاعه. عايز احقيقة اقول لكم حاجة يمكن ما قلتهاش خالص قبل كده. لما فكرنا في مستر مسلماني اللجنة بتاع التخطيط انا الحقيقة كنت مكلمه وعرضت الموضوع على اللجنة. فقلت له مهمة صعبة. عمر تعالى جنبه وترجم له. يمكن انا لما اتكلمت مع مستر مسلماني الفكرة جت. وخلي بالكم النادي الاهلي كلنا بنشتغل مع بعض سواء جوه النادي ولا بره النادي. يعني في مثلا ده كانت معانا زي كابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل انا برضو بعد ما قعدت مع اللجنه ووصلنا للمفهوم ده جبت كابتن طه وقعدت معاه واتكلمت معاه وكان برضو مرحب جدا بوجود مستر بيتسو مسوماني. لما كلمته قلت له الظروف صعبه وانت جاي في ظروف صعبه. انت تعرف لعيبه الاهلي كويس وتعرف لعيبه افريقيا كويس وتعرف الملاعب اللي في افريقيا كويس وتعرف الجو الافريقي كويس. ده كله بالنسبه لنا هيبقى هتسهل مهمتك. لكن المهمه صعبه جدا لان حجم النادي الاهلي كبير جدا وحاجه قيمه كبيره جدا وداخل على نهايه الدوري وداخل على كمان ادوار نهائيه في بطوله افريقيا. الرد الاولاني منه طمني. قال لي يا كابتن انا جاي وعارف ده وانا جاي عشان البطوله دي. بالظبط كده. قال لي انا جاي عشان البطوله ديت وجاي عشان كاس العالم للانديه. وانا ان العب نشتغل في النادي الاهلي ده بالنسبه لي انا عارف قيمه الاهلي كويس جدا. فانا بشكره لاخلاصه في عمله هو والاستاف بتاعه كله. اخلاصهم في العمل وانهم بسرعه جدا اندمجوا وبقوا جزء من النادي الاهلي وبقى بيعرفوا يعني ايه حب النادي الاهلي. مش بس كلام، شغل. الناس بتشتغل زي ما اللعيبه بتشتغل. عشان كده انا بشكر اللعيبه جدا لانهم كلهم بيشتغلوا بحب. كل واحد فيهم بيشتغل بقيمه وبحب للنادي الاهلي وهو عارف هو موجود فين. موجود في اي مكان. النادي الاهلي هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي بيصنع اللعيبه. مفيش لعيب بيصنع النادي الاهلي. هو اللي بيصنع اللعيبه. هو اللي فضله على كل اللعيبه. من يوم ما اتنشأ النادي الاهلي لغايه النهارده من 1907 اي اسم شهره السبب فيه النادي الاهلي. مش انا بطل الابطال، لا. النادي الاهلي. اي واحد مش في النادي الاهلي ما اعتقدش انه ممكن يصل لهذا الامر. عشان كده مره ثانيه بهنيكم وبرده مش عايز الحقيقه انسى مستر فايلر مدير الفني السابق ودوره في بطولة افريقيا وبطولة الدوري العام. هو ده النادي الاهلي يا رجاله. خلاص النهارده خلاص
وجازيك يا محمد يا مرجان انت ربنا جازيك يعني مش عارف ادعي عليك يعني ولا ايه زفه وبتاع. يا عم احنا في الف مبروك يا رجاله. بكره يوم جديد، بكره يوم جديد وتاريخ جديد هيتكتب. ربنا يوفقكم باذن الله ووفقنا جميعا لخدمه جماهير واعضاء النادي الاهلي. بشكركم جدا.